السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم تاني مع الأستاذ. ازيك أبو جبر؟ هو هيعمل لنا برواز 2 متر 85 في 80 في 80 سنت، هنعمل بلوح. هو الأستاذ طلعت فري. عبد الرحمن، عبد الرحمن، هلا يا أبو، هلا عبد الرحمن. الأستاذ زكي دوت يا جماعة بيعمل بصراحة، بيعمل شغل مميز جامد يعني، بصراحة يعني برواز خشب هو أي حد يعمله، أنا ممكن أعمله، الأستاذ طلعت ممكن أعمله، بس بيعمله بطريقة جميلة جدا ومفيدة يعني. هنشوف دلوقتي هو هيعمل إيه إن شاء الله. سمع عم زكي، بسم الله توكلنا على الله. لازم يغر الحاجة كده الأول، وبعد كده طلعت بيمسك معاه. اه طلعت بيمسك معاه اهو. قول يا ابراهيم ارفع 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 مع ابوك، تعال. وزي ما انتم شايفين دلوقتي الاستاذ ابراهيم، الاستاذ ابراهيم ابو جبر. ابراهيم هنطلع فاصل ونرجع نواصل تاني.